على الرغم من استمرار فتح بوابة معبر رفح من الجانب المصري، تمنع قوات الاحتلال دخول المساعدات من جميع المعابر. حذرت مصر من استمرار تداعيات احتلال المعبر وتوسيع العمليات العسكرية داخل القطاع، وحملت الاحتلال مسؤولية تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. ما زلنا في متابعة مستمرة للمجهودات المصرية المختلفة للتخفيف عن كاهل الأشقاء في فلسطين منذ بدء العدوان على قطاع غزة. تحدث عن استمرار فتح بوابة معبر رفح المصرية لدخول المساعدات الإغاثية، إلا أن الناحية الأخرى من الناحية الفلسطينية بعد أن قامت قوات الاحتلال باحتلال معبر رفح الفلسطيني فمنعت دخول المساعدات من الناحية الفلسطينية أو من بوابة معبر رفح الفلسطينية ومن معبر كرم أبو سالم، مما أيضا يعني يؤدي إلى كارثة إنسانية وإبادة جماعية تم اتهام إسرائيل بها في محكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية بعد طلب مقدم من جنوب أفريقيا. وقررت مصر خلال الأيام الماضية أن تشارك جنوب أفريقيا في هذه الدعوة ضد إسرائيل، وحملت أيضا مصر إسرائيل ما يحدث في القطاع، وحملت إسرائيل أيضا يعني الكارثة الإنسانية التي وصل إليها القطاع، وحملتها أيضا المسؤولية في كل ما يحدث من إبادة جماعية. استمرار القصف الشديد على شرق مدينة رفح وتوسع العمليات البرية أيضا، واستمرار للقصف في جميع أنحاء القطاع في الشمال والوسط والجنوب أيضا، هذا لا يوقف المفاوضات المصرية المختلفة والضغط المصري في محاولة لوقف الحرب والوصول لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار، وأيضا لا يوقف عمل اللجنة العليا للمساعدات الأجنبية، هذه اللجنة التي كانت بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي وصل منها بضع طائرات بالفعل. هذه الطائرات محملة بأطنان من المساعدات الإغاثية مثل الخيام على سبيل المثال، تصل إلى مطار العريش الدولي يتم تحميلها على الشاحنات، ولكن كالعادة تصل حتى بوابة معبر رفح المصرية وهي مفتوحة وهو جاهز لإدخال هذه المساعدات طوال الوقت ولم يغلق أبوابه، إلا أن الناحية الأخرى من الناحية الفلسطينية لا تمنع دخول هذه المساعدات. ربما هذه هي الصورة من العريش ورفح، والآن أعود إليكم في الاستوديو مرة أخرى.